سفيان الرحيمي، أمين عدلي، إلياس بن سقير. Malheureusement, on a des matchs tous les deux mois, trois mois, bêche, quatre jours. Ils s'adaptent entre eux. Bêche, je brûle justement la coordination binetum. كنعتقد بان اللائحه ديال المنتخب الوطني اللي عليها الناخب الوطني وليد الركراكي اليوم ما جاتش بالمفاجات، على اعتبار انه حافظ على نفس التركيبه البشريه، على نفس التوابيت ديال المنتخب الوطني، باستثناء العوده ديال العميد رومان سيس اللي كان ربما مفروض انه يرجع باعتبار انه سجلنا تخوف على مستوى منطقه الدفاع في المباراتين الاخيرتين ديال المنتخب الوطني امام انغولا وموريتانيا. ثم المنادات لاول مره على اسامه ترغالين، وانتم كتعرفوا بانه الفريق الوطني دائما ما ينادي على لاعب او لاعبين جدد في اطار يعني المستقبل ديال المنتخب الوطني. لا اعتقد بانه الجانب البدني يثير الشكوك، لانه اليوم كتعرف بان نايف اكرد ما لعبش مده طويله مع الفريق ديال ويستهام، ولكن ملي كيجي للفريق الوطني المغربي كيقدم مستوى جيد، وكيمكن تعتقد بانه هذا اللاعب ما افتقدش للتنافسيه. اليوم يتم التجهيز ديالو، هو جا 10 ايام قبل يعني المعسكر تيتريني بشكل عادي، وحتى الناخب الوطني اشار لنقطه مهمه جدا وقال بانه هو جاهز. راه التقت الاشاره ديال الناخب الوطني قال بانه هو جاهز يعني باش يشارك في المباراتين بجوج. اليوم شفنا يعني ناخب الوطني وليد الركراكي اللي اعلن عن لائحه ديال 27 لاعب اللي غادي تخوض المباراتين امام كل من زامبيا والكونغو برسم الاقصائيات كاس العالم 2026. طبعا لائحه يعني هي اللائحه منطقيه، شفنا يعني نفس اللاعبين الحاضرين طبعا باستثناء الوافد الجديد اسامه ترغالين اللي كان لاعب يعني شفناه في الصفوف ديال المنتخب الوطني الاولمبي، وتوج يعني رفقته بالكاس افريقيا اللي تقامت هنا في المغرب الصيف الفارط. ايضا شفنا العوده ديال الكابيتان رومان سايس اللي كان غائب في المباراتين الفارطتين يعني اختيارات المدرب طبعا. فاليوم يعني توليفه ولا اللاعبين المنتخب الوطني المغربي عندهم كل الظروف باش انهم يقدروا يحققوا نتيجه ايجابيه ان شاء الله في هذه المباراتين، خصوصا كنشوفوا التالق اللي كيعرفوه اللاعبين المغاربه رفقه الانديه ديالهم. شفنا يعني تتويج الحكيم زياش بالدوري التركي، ايضا شفنا التالق ديال امين عدلي رفقه باير ليفركوزن، شفنا ايضا التالق ديال ايوب الكعبي اللي غادي يخوض ان شاء الله غدا نهائي دوري المؤتمر الاوروبي رفقه فريقه اليوناني اولمبياكوس. ف يعني العناصر كلها فهي جاهزه باستثناء طبعا كيف ما قلنا بعد الاصابات، شفنا العوده ديال نايف اكراد وكذلك عز الدين اناحي اللي هما حاليا حاضرين هنا في المغرب في مركب محمد السادس يعني باش كيستعدوا للمباراتين. الضغوط هي ديما كاينه على الناخب الوطني ولا اللاعبين، ولاحظنا بان دائما اللاعبين المنتخب الوطني كيتالقوا رفقه الانديه ديالهم، وفاش كيجيو يعني المنتخب الوطني فكيكون دائما داك كيف ما قلتي الضغط، ولا كيكون دائما داك المستوى ما كيكونش نفسه ولا نفس التالق. هذه كنظن انها داخله في الاطار ديال يعني التجانس ديال التوليفه اللي كنعرفوا يعني اللاعبين مع الفرق ديالهم، فهما كيلعبوا دائما مع بعضياتهم، عندهم واحد لي روبير يعني ولا واحد لي سيستيم دو جو اللي مولفينهم. مع المنتخب الوطني كيكون شيء اخر، يعني كيكون تجمعات قليله، ما كنشوفوش يعني تجمعات كثيره، لكن هاد اللاعبين تقريبا راه كيعرفوا بعضياتهم كيف ما كنقولوا، يعني خاضوا مونديال قطر، خاضوا كاس امم افريقيا، فاليوم يعني ما كاين حتى شي حجه باش ان اللاعبين ما يتالقوش. نعم، بالنسبه للائحه كانت متوازنه وتقريبا ومعهوده لاغلب العناصر باستثناء اسامه ترغالين هو اللي كان العنصر الجديد اللي غادي يعزز وسط الميدان، وهذا غادي يكون مفيد للمنتخب الوطني الاول وايضا للمنتخب الاولمبي، خصوصا ان التركيبه البشريه لوسط الميدان بقى عناصر شابه بامكانها ان تمارس في المنتخب الوطني الاولمبي. اما بالنسبه للتزايد وتالق اللاعبين المغاربه سواء في البطولات العربيه او الاوروبيه، بالعكس هو غادي يشدد الخناق اكثر على الاداره التقنيه، ولكن غادي يعطيها مجموعه من الاختيارات. من السؤال ايهما افضل؟ واش يكون عندنا خصاص في العنصر البشري او يكون فائض؟ بالنسبه هذا امر ايجابي اكثر ما هو سلبي بالنسبه للمدرب. بالنسبه للبديل عن نايف اكرد، كنظن ان البنك الاحتياط مازال فيه عناصر جيده اللي تقدر تعوض نايف اكرد، وكيف قلنا بان الاداره التقنيه الان امام مجموعه من الاختيارات لتالق مجموعه من اللاعبين سواء في البطولات العربيه او في البطولات الاوروبيه. قبل ما كانش عندنا هاد المستوى، كان عندنا ان جوار ولا دو جوار اللي يقدر يدي ان تيتر دون اون اني اون سيزون. دابا كنشوفوا كاملين كيلعبوا في لو نيفو وكيديروا ارقام، دونك سي بوزيتيف. بالعكس اون اي تري تري زورو دايور جو ليزي فيليسيتي انديفيديوالمون، مي جو تي انكور ا لي فيليسيتي باسكو
اللي كيدو ارقام كيطلعوا الرايه ديال المغرب، واللي كيطلع الرايه ديال المغرب ديما كتحاولنا.